اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في اول نهار. بالتاكيد حدث مثلما حدث امس في استاد بورسعيد حدث يهتز له الجبين، تهتز له مصر بالكامل، يهتز له كل انسان له ضمير له حس، يهتز له كل وطني ينتمي لهذا الوطن. بالتاكيد يجب ان نقف وقفه نتعقل فيها ونحسب فيها أمورنا، ونحسب أيضا ما وصلنا إليه وما السبب الذي وصلنا إلى هذا الموقف وإلى هذه الدرجة، درجة خطيرة جدا أن نصل إلى أن 73 قتيل بسبب ماتش كورة، بسبب منافسة بين الكورة. أكيد الكورة بعيدة عن هذا الكلام، ولكن يعني حتى لا نخوض في هذا الحوار وحتى نحاول أن نبحث سويا عن الحقيقة ونبحث عن مصداقية ما حدث ونتفهم، لأنه مش لاقين أي تفاهم لأي حاجة حصلت ديت، مفيش أي منطق في الدنيا يعني يفسر لنا الكلام دوت. لكن بنحاول إن احنا نتفهم ماذا حدث عشان هذه الفجعة. في البداية نتقدم بتعازي الأسر من قضوا نحبهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسألهم الصبر والسلوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ايضا الصبر والسلوان لما حدث من فاجعه في ارض مصر. بالتاكيد صباح الخير، وبنصبح برضو على صباح الخير يا محمد. وبالتاكيد مصر كلها تتعزى في ال 73 اللي فقدناهم بسبب مباراه. الرياضه للترفيه، الرياضه للمتعه، الرياضه لكي نتنافس منافسه شريفه، وليس لكي نخسر ارواح بهذا العدد الضخم. قطرة دم واحدة لا تساوي انها تكون لعبة. يعني مش عارفين هل الرياضة اخدتنا لطريق مختلف الى وجود عداوة ما بين اندية؟ ده احنا كلنا مصريين في الاخر، مفيش حاجة مستاهلة انه الارواح دي كلها تفقد. هنكون مع حضراتكم النهاردة واول النهار مرة تانية بنتقدم بالعزاء، خالص العزاء لأسر الضحايا والشهداء، وبنتمنى الشفاء العاجل بإذن الله للمصابين. هنكون مع حضراتكم واول النهار، وحنحاول نتابع الوضع في بورسعيد، المدينة الجميلة اللي وقفت في المقاومة الشعبية، وقفت راجل واحد مش عارفين ايه اللي حصل عشان ينسب الى بورسعيد هذا الوضع المأساوي. هناخد مع حضراتكم فاصل ونرجع نبدأ فقرة. للنجوم السواد.
بالتأكيد العينين الرئيسية اللون لها اسود، وهي طبعا يعني جنازة او حزن عام بيعم مصر. اللي ماتوا دول ولادنا اخواتنا بورسعيديين كانوا مصريين في الاخر، مصريين بيشجع مصري، بيشجع اهلي في الاخر مصريين. هل من الممكن ان يهون دم المصري على بعضه بهذا الشكل؟ مستحيل، ومستحيل ان يتقبل هذا الامر تماما. يعني نبتدي بالاهرام، والعنوان الرئيسي مجزرة في استاد بورسعيد، مصرع 74 وإصابة المئات بعد اجتياح الجماهير مباراة المصري والأهلي، جلسة طارئة لمجلس الشعب، والجنزوري يلتقي المجموعة الأمنية اليوم، طائرتان عسكريتان لنقل الضحايا واللاعبين، واتحاد الكرة يقرر تعليق الدوري. عاشت مصر يوما أسودا في تاريخها الرياضي. أمس عقد مباراة المصري والأهلي في بورسعيد ضمن مباريات الأسبوع 17 للدوري الممتاز، بعدما لقي 74 مشجعا نحبهم وأصيب المئات، حسب بيان الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة إسعاف مصر، إثر اجتياح الجماهير لاستاد بورسعيد بعد نهاية المباراة. وقال الدكتور أشرف أبو الحسن مدير مستشفى بورسعيد العام إن الأمور لا يطلق وصفا ما حدث بأنه أمر يفوق الوصف، وأن القتلى أعمارهم تتراوح بين 15 و20 و30 سنة، سقطوا نتيجة التدافع تحت الأقدام ومحاولات الهروب من الزحام الشديد. من ناحية أخرى، قام طائرتان عسكريتان بناء على قرار المشير حسين طنطاوي بنقل الضحايا واللاعبين الأهلي إلى القاهرة، وقام الجيش الثالث الميداني بدفع وحدات لتأمين عودة جماهير الأهلي، وقرار اتحاد الكرة تعليق مسابقة الدوري لأجل غير مسمى تمهيدا لإلغائها، كما قرر حكم المباراة الزمالك والإسماعيلي إنهاء المباراة بعد نهاية الشوط الأول بناء على طلب اتحاد الكرة عقب تداعيات أحداث بورسعيد. وفي الوقت نفسه دعا الدكتور سعد كتتني رئيس مجلس الشعب لعقد جلسة عاجلة اليوم، كما يعقد الدكتور جمال الجنزور رئيس الوزراء اجتماعا طارئا اليوم أيضا للمجموعة الأمنية. قد أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ببدء التحقيق في الأحداث ويقوم بمتابعتها بنفسه، وكانت الجماهير قد انتفعت إلى أرض الملعب بصورة هستيرية غير متوقعة بعد نهاية المباراة احتفالا بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط صمت الأمن الذي وقف عاجزا حيال الموقف، وفرع لاعبو الأهلي وجهازهم الفني إلى غرف وهرع لاعبو الأهلي وجهازهم الفني إلى غرف الملابس للإفلات من الجماهير المتحفزة والمشحونة بدون سبب بزعم برغم فوز الفريقين. معنا الأستاذ طارق هاشم رئيس مجلس إدارة جريدة جمهور بورسعيد. أستاذ طارق أهلا بحضرتك. أستاذ طارق أهلا بحضرتك. ويمكن المنشط الأهرام محمد ده المنشط الرئيسي الخاص بجريدة الأهرام، لكن تقريبا كل الصحف يعني المنشط الخاص بالأخبار كارثة في استاد بورسعيد مقتل 74 وإصابة المئات في اشتباكات دمية بين الجمهور عقب مباراة المصري والأهلي، أيضا المنشط في المساء المذبحة تهز مصر 73 شهيد 3200 مصاب. يعني حضرتك بما انك من ابناء هذه المحافظة شايف الوضع ازاي؟ ايه اللي حصل؟ اولا دعونا نرى الفتح على شهداء هذا الحادث ونترحم عليهم وننعي اسر الشهداء سواء من الاهلي او المصري، لان يعني المتوفيين من هنا ومن هنا ومن المصري او من الاهلي متوفيين ومصابين في نفس الوقت. واخر احصائيه انا وصلت لها من دكتور حلمي العفني منذ ساعات 70 متوفي و166 مصاب، دي اخر حاجه وصلنا لها من دكتور حلمي العفني هنا وكيل اول وزاره الصحه في بورسعيد. والحاله هنا بصراحه سيئه جدا، يعني ما مش عايز اقول لحضرتك دي فعلا بالفعل كارثه. انما انا اللي انا مستغرب له، وده من وجهه نظر انا، الكلام اللي انا هقوله ده وانتوا تحللوه في الاستوديو، ده من وجهة نظر أنا، بعد النادي الأهلي ما أحرز هدفه الأول لماذا ظهرت لافتة متعلق عليها بلد البالة ما فيهاش رجالة؟ واللافتة دي ما كانتش بين جماهير الأهلي، لا دي كانت فوق جماهير الأهلي من فوق خالص، يعني متهيألي لو كان وسط جماهير النادي الأهلي
ما يا أستاذ طارق، ما هو المعتاد عليه بالنسبة لأي اتنين منافسين أو فرقتين، أنا بقول لحضرتك مدام نوع بيبقى فيه تبادل. بعد إذن حضرتك أنا هسرد لك الحاجة، وأنتوا بعد كده علقوا بحكم قولوا الكلام اللي أنتوا عايزين تقولوه. أنا هقول لك الحاجة اللي إحنا شفناها في الملعب ولغاية دلوقتي وإحنا موجودين، ما نبناش من إمبارح. يعني بين الشوطين فهيم عمر ليه كمل المباراة بعد إن النادي المصري أحرز هدفه، وشفنا جماهير كتيرة جدا في الملعب، ليه ما وقفش المباراة هو المراقب وطلع كل الجماهير دي بره؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الجماهير اللي في الملعب ديت. طيب أستاذ صارق، بعد إذنك بعد إذن حضرتك، طيب أسرد بس بالأحداث عشان حضرتك دلوقتي ابتديت من المباراة نفسها. إحنا نبتدي من قبل المباراة وما حدث من مناوشات. ما أنا عايز أقول كل ده، بس اديني فرصة اللي أنا أقوله بعد كده على أمر حكم. يعني النهاردة الجماهير المصري استقبلت جماهير النادي الأهلي، وده بشهادة مراسل الأهلي في قناة الأهلي مع نادي السيد محمد اسمه رامي هاشم، وقال إن جماهير النادي المصري بتهتف لجماهير الأهلي، وكلام مسجل موجود. اللافتات اللي اتعلقت على صور النادي المصري بتتمنى استعجل للكابتن محمود الخطيب، وده راجل وده حاجة موجودة ومسجلة. الحاجة التانية، فرقة النادي الأهلي لما وصلت بورسعيد قبلها بيوم واستقبلوهم ودخلوهم، لدرجة إن شعب بورسعيد كان في شجر حايش الأتوبيس وشالوا الشجرة ديت. الكلام ده كله محدش سأل نفسه هل ده يعني كان حاجة كويسة ولا حاجة وحشة. الحاجة التانية اللي أنا برضو بلوم عليها، بقى أي مباراة بتنتهي بنشوف ناس لابسة ترنجات من الشرطة بتجري تاخد الحكم وتاخد اللعيبة. حاجة من امبارح، فين الناس ديت؟ فين الناس بتوع الأمن اللي بيخشوا على لعيبة الأهلي بيحضروهم ودخلوهم، وفي نفس الوقت ناس من بتاخد الحكم وتدخله؟ فهم كمل المباراة ليه؟ وأصلا في ناس في قلب الملعب، كمل المباراة ليه؟ الصواريخ، كمية الصواريخ اللي اتضربت في الاستاد ديت، الصاروخ الشمروخ النهاردة 175 جنيه، والصواريخ ديت يعني ب100 جنيه، الكمية اللي اتضربت دي، هل الشاب اللي عنده 15 سنة أو 14 سنة يقدر يجيب الكلام ده؟ جاب الفلوس من إيه؟ أنا لا دافع عن بورسعيد ولا بدافع عن الأهلي ولا بدافع عن المصري، أنا بقول لكم تحليل وحضراتكم في الاستوديو تحللوه وتقولوه. فين القوات المسلحة اللي أول مرة ما شوفهاش في الملعب؟ القوات المسلحة كانت بتحمي فرقة النادي الأهلي من خارج الملعب، ليه ما دخلتش جوه الملعب لما حصل الكلام ده؟ الاستاد النور اتطفى ليه اثناء الحادث، اثناء الضرب، اثناء المشاكل دي كلها؟ نور الاستاد مين اللي قصد انه يطفيه؟ اخبار حضرتك النهارده المشجعين اللي كانوا في الملعب ولابسين قناع، مين دول؟ مين المشجعين دول؟ هل من المصري؟ يعني هل من الاهلي؟ ما ده بقى المفروض يعرفه النادي المصري، لانه المفروض انه دول المشجعين بتوعه، وهو مرتب وحسب كلام المحافظ بالامس ان هو كان في جلسه مع رئيس النادي وكان في جلسه مع المدربين، وان هو هيئ الجمهور ان هو المباراه حتى لو تم الخساره، وبعدين ده فريق فايز. يعني المصري فايز. انا بحلل لحضرتك حاجه من وجهه نظر المتواضعه دي. يعني حضرتك رصدت لنا بعض الاحداث اللي كانت موجوده بالفعل كشاهد عيان للواقع، واكيد اعتقد انه التحقيقات هتسفر عن الكثير، وخاصه انه حسب ما أذيع بالأمس إنه النائب العام بنفسه توجه إلى مدينة بورسعيد. ماشي، أنا بقول لحضرتك هو النائب العام أهلا وسهلا والتحقيقات والكلام ده كله، إنما ما حدش فكر إن في ناس اندست وسط جماهير الأهلي وسط جماهير مصر لها مصلحة خاصة لتخريب مصر، ما حدش فكر إن في حالة غير أمنية موجودة. أستاذ صارق كلام حضرتك كله بيشير، كل ده بيحدث في توقيت واحد. أستاذ صارق كلام حضرتك كله بيشير أن هناك ترتيب منظم ده أكيد. وموقف منظم لإحداث كل هذه البلبلة وهذه الفتنة، ده كل أكيد. الكلام بيشير إلى كده، والكلام مش حضرتك بس، الكلام بتاعي، الكلام بتاعي الموقف اللي حصل، ولكن السؤال بس يا أستاذ طارق، يعني مع كل هذه الافتراضات، هل من الممكن أن يهون دم المصري على المصري بهذا الشكل؟ هل من الممكن أن تتحول مباراة، هقول لحضرتك بس، هل من الممكن أن تتحول مباراة كرة القدم إلى معركة دامية ومعركة بهذا الشكل؟ يعني أتذكر مع حضرتك تفتكر معايا أن أقصى مباراة حدثت فيها ضحايا كانت مباراة بين إنجلترا وبين إيطاليا، ودي دولتين، وكان عدد الضحايا 36 فرد. فما بالك أن يكون بلد واحدة، دولة واحدة، لناديين ويكونوا الضحايا بهذا الشكل؟ يعني الحمد لله السؤال اللي انت بتقوله، بيرد على نفسه، بمعنى ان دي فعلا كانت حرب، وفي ناس تقصد ان يكون في حرب اهليه بين بورسعيد وبين اسماعيليه وبين السويس وبين مصر، لان مشجعين الاهلي كلهم مصر،
في ناس من المنصورة متوفية، في ناس من دمياط متوفية، في ناس من المنزلة متوفية. فاللي بيحصل ده كله ده خراب، خراب، وانا بحمله للامن، لان المفترض ان الامن كان يحمي كل ده وكان يمنع دخول كل الناس ديت الملعب. تمام، ده حاجه باينه وحاجه واضحه زي الشمس يعني. طيب الموقف الثاني عشان نربطه ببعض، ما حدث في استاد القاهره، ماتش الزمالك والاسماعيلي والحريقه الذي تم في نفس اللحظه في نفس التوقيت في نفس التوقيت، وهنا ما حدث في استاد المصري في استاد بورسعيد في نفس التوقيت، ما العلاقه في ايه؟ مين اللي ورد ده؟ التجمعات هي اللي بتكون فرصة للتخريب، ما هو تجمع يعني تخريب ولا مش تخريب؟ النهارده انا بقول لحضرتك النهارده النادي الاهلي كسبان 1-0، يطلع يا ابتدريت السميس جمهور بورسعيد، ده مش مشجع الاهلي اللي عامل كده صدقني، مشجع الاهلي اللي طلع يا ابتدري صدقني، اللي حصل ده امر مدبر. التوريز دي دخلت ازاي؟ والتوريز دي مين اللي دافع فلوسها؟ والجماهير ديت والناس. طيب انا طيب. اول مره في حياتي اقوم في مباراه للنادي المصري، اول مره في حياتي، انا بقول اهو انا بشجع المصري بقالي 65 سنه، انا عمري 50 سنه ما شفتش في حياتي جماهير اول مره اشوفها امبارح، ناس اول مره اشوفها، انا في ارض الملعب شايف قناع، واحد لابس قناع وبيجري، واحد ماسك حزامه وبيجري، واحد ايه ده؟ في ايه؟ انت حضرتك شفت الاثنين اللي كانوا يعني تعرضوا لنقيب الشرطه، واحدهم كان ماسك في ايده مطوه، والتاني قلع الحزام وطلع بيه، والنقيب يهديه فقط، يهديه يعني، دول ازاي تهدم؟ دول لازم تقبض عليهم. بين هذا كل الاحداث لا اعرف اروح يمين ولا شمال، لدرجه ان عندنا الكاميرا اتكسرت وناس اتعورت وناس ماتت قدامنا، واحنا بقينا نجري بقى ما حدش عارف مين مع مين، وحرب وناس بتضرب، وبعدين نور الاستاد ازاي اتطفى؟ ازاي النور الاستاد اتطفى؟ ازاي في هذا التوقيت النور ازاي اتطفى؟ الباب بتاع المدرج الغربي ازاي اتفتح وتنزل ناس وتعدي؟ لو عندك الماتيريا بتاع هذه المباراه شوف الناس فين. في شطاطه ايه قدامنا احنا بنعرضها اهي، في جزء من الاحداث ازاي الناس دي بتعدي؟ الناس ازاي دي بتعدي من وسط رجال الامن ازاي؟ ورجال الامن ساكنين تماما، القضيه رجال الامن ساكنين تماما، يعني مفيش اي مقاومه، مفيش اي ردع اصلا. اللي كانت بتجري على الحكم وبتجري على قبل كده بقسوه، يعني هو الامر بصراحه يعني نقدر نقول ان هو مش مفهوم، فاحنا هنحاول نفهم من خلال متابعتنا النهارده للاحداث واخر المستجدات من انا عايز بس قبل ما نقفل مع الاستاذ صارق. استاذ صارق، ما لحق بجماهير النادي المصري للاسف الشديد، وانا بقول ان ديت فئه محدوده ما قامت بهذا العمل الغير مسؤول، لحق العار بينا جميعا كمصريين وباهل بورسعيد طبعا. واتذكر جمله قالها الدكتور، ان شعب بورسعيد يا استاذ محمد، شعب بورسعيد كله كان واقف، يعني اغلبيه الشباب كانوا بيتبرعوا بالدم، يعني معنى كده بيستنكروا هذا الحادث تماما، شعب بورسعيد بيستنكر هذا الحادث، لان ده انا مش بدافع عن النادي المصري، انا ما يهمنيش اي حد في الارض، لان اللي مات ده مسلم ومسيحي، مات مسلم مصري، اللي مات مصري ومصري، مصري فعلا، ده مصري. هو احنا في حرب اهلية. انا عايز اقول حاجه بس، ان في وسائل اعلام كتيره جدا كانت بتنادي امس بان تبرع بالدم، وان بنك الدم في بورسعيد ما فيهوش مخزون، ولكن مدير الصحة أكد أن هناك أكثر من 1000 مواطن بورسعيدي دلوقتي موجودين في بنك الدم بيتبرعوا وبتبقيهم للمصابين. النهاردة قبل وأنا ماشي بعربيتي رحت وشفت لغاية دلوقتي في ناس بتتبرع. أخد بال حضرتك، يعني مش أنا مش عارف، استحالة صدقني، أنا مش بدافع عن أي حد، أنا بقسم لك بالله وأنا كنت متواجد مش بدافع، إنما اللي أنا شفته بالفعل قلت لحضرتك، وده تحليلي الشخصي المتواضع، وحضرتك راجع كلامي وأنت قاعد مع الاستاذ النقع في الاستوديو وشوفوا حللوا الكلام ده مظبوط ولا غلط. ليه فهم عمر والمراقب كمل المباراه بين الشوطين، والمفترض هو كان الراجل ده يعني يطلع كل الجماهير دي بره ويقفل البيبان. الحاجه الثانيه الامن ازاي يسمح بهذا الكلام؟ مين اللي طفى النور؟ اين الامن اللي كان بيحمي الحكم لافتين ترنجات؟ ده النادي الاهلي يا جماعه، ده المقصود ان العمليه توصل للعالم كله ان ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي، وفي نفس التوقيت الاسماعيلي والزمالك، يعني كده المباراتين دول يعني الناس عينهم عليهم عشان يعملوا كده. استاذ طارق، يعني احنا رصدنا من خلال حضرتك كشاهد عيان للمباراة، وبالتأكيد زي ما قلنا التحقيقات هتسفر عن الكثير، نتمنى ان شاء الله ان دي تكون اخر كارثة متعلقة بالرياضة بإذن الله، وربنا يرحم الضحايا ويشفي المصابين بإذن الله، وفي النهاية كلنا
مصريين مش محتاجين انه حاجه تفرق ما بيننا. احنا بنشكر حضرتك استاذ طارق، ويعني اخر التقارير اللي وصلت لنا او المعلومات الخاصه بالعدد هو 72 وفاه و318 مصاب، يمكن في ارقام مختلفه في الصحف لكن دي حسب المصادر الخاصه بمديريه الصحه في بورسعيد. هنروح معاكم لخبر اخر، الخبر اللي جاي معاك يا محمد. لا في الاخبار عندي، في الاخبار الصفحه الاولى انت قريتي الخبر. اه عموما هو برضو من انا معايا خبر تاني هنا في الاهرام، اعتقد هو سلسله من فقدان الامن وعدم السيطره الامنيه في مصر، وده برضو سؤال بيطرح نفسه، ليه في الاونه دي، ليه الحالة الأمنية المتدهورة دي، مع إن في نشاط من الواضح من وزارة الداخلية وسيادة وزير الداخلية بشكل كبير للحالة الأمنية. البعض يصف الآن وزارة الداخلية إلى قسمين، جزء يعمل لمقاومة الجريمة ووقف العنف ووقف الإرهاب ووقف، وجزء آخر ما زال متبلدا واقف ما بيعملش حاجة في أي حاجة، بأي حق تتقاضى مرتبك، بأي حق تتقاضى يعني اقول فلوس، علشان انت بتؤدي واجب، اذا كنت لا تؤدي هذا الواجب فمن حقك اللي انت يعني لا تاخذ المرتب، اذا ما كنتش بتؤدي واجبك ما تاخدش مرتبك، لان المرتب ده بتاخده من دم الشعب المطلوب اللي انت تامنه. انا بتكلم الكلام دوت لما حدث الان او لما للوصف اللي قالوه الان، ان الداخليه انقسمت الى جزئين، جزء يقوم بالعمل واحنا متلمسين ايجابيات كثيره في الشارع المصري، وجزء اخر ما زال متبلدا. هذا التبلد يعني لابد ان نقف عليه. محمد مش هنقدر نقول كده، ان احنا الوضع بجد يعني لما ينزل افواج من البشر عدد الامن ده هيعمل، احنا لا بندافع ولا بنهاجم عن حد، بس برضه لسه بنقول التحقيقات اكيد هيكون ليها دور في الفتره القادمه، نتمنى انها تكون يعني حاجه غير مدبره. هنروح مع خبر اخر، ويمكن خلال الأيام الماضية بدأنا نتابع جلسات مجلس الشعب 2012، وهو الخبر خاص بهم، الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والثورة مستمرة تشكل تكتلا برلمانيا. قررت الهيئات البرلمانية لأحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي وتكتل الثورة مستمرة، وعدد من المستقلين منهم الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشبكي والدكتور مصطفى النجار نائب حزب العدل، تشكيل تكتل برلماني والتنسيق فيما بينهم لتوحيد أجندتهم التشريعية والرقابية. ده خبر خاص بالتكتلات داخل البرلمان، ويمكن برضو انت معاك خبر خاص بال بس لازم نسأل نفسنا سؤال، هل هذا التكتل لصالح مصر؟ يعني السؤال، هذا التكتل داخل مجلس الشعب ده لصالح مصر؟ هل المصلحة القومية لمصر بتفرض علينا ان احنا نحدث داخل القبة البرلمانية تكتل ضد تكتلات اخرى داخل البرلمان؟ يعني البرلمان عمره ايام، هل التكتل ده، هل احنا حاطين مصلحه مصر القوميه، مصلحه مصر العليا فوق الاعتبار؟ سؤال، اكيد هم عندهم الاجابه. يعني محمد اعتقد انه كان مستبعد تماما انه الوفد والمصريين الاحرار يتم اي جمع ما بينهم، ويمكن ده يكون في صالح انه يكون في توافق على بعض الامور، وده اللي هنشوفه خلال الجلسات القادمة بإذن الله ومناقشتهم للأمور. في خبر معاك أيضا خاص بانقسام في البرلمان أو يا محمد؟ انقسام في البرلمان بسبب الشبكات الفلكي، الكتلة والمستقرون لا لدور حامي الديار، الحرية والعدالة لن نسمح بإفشال التجربة البرلمانية، قطع السكك الحديدية في ثلاث محافظات وعمال هويس إسنا يصرون على الإضراب، الإمام الأكبر قطع الطرق ووقف القطارات والسفن حرام. هو السؤال دلوقتي في استكمال البث لهذا الانقسام الذي حدث في مجلس الشعب، في مجموعة من الثوار كانوا توجهوا إلى مجلس الشعب اللي في محاولة لمنع أعضاء مجلس الشعب من دخول مجلس الشعب، تصدى لهم مجموعة من شباب الإخوان المسلمين وعدست بينهم اعمال عنف، وبعد كده حدث الانقسام. الخبر اللي احنا قلنا فيه بعض التكتلات الحزبيه عملت تكتلات داخل مجلس الشعب نفسه.
كتلة المستقلين بتقول لا لدور حامد ديار، بمعنى ان ما كناوش عايزين الاخوان او شباب الاخوان يقفوا خارج مجلس الشعب علشان يحموا مجلس الشعب. طيب اهو دور الامن هنا راح، يبقى ايه اللي كان مطلوب؟ الامن ما كانش موجود. هل اللي مطلوب ان الاعضاء مجلس الشعب المنتخبين ما يدخلوش مجلس الشعب؟ سؤال. الحرية والعدالة لن نسمح بإفشال التجربة الديمقراطية، برضو السؤال. طب هما ليه الكتلة الأخرى تكتلت ضد الحرية والعدالة وضد التيار السلفي أو ضد حزب النور؟ أكيد للاعتبارات الأخيرة اللجان واختيار رؤساء اللجان، وده ما حدث من مشدات. بيقوم أو ردودهم أن هناك 19 لجنة، منهم كذا لجنة راحت للحرية والعدالة وكم لجنة راحت للاتجاه النور، وفي أعضاء مستقلين أخذوا لجان عديدة، ولكن واضح إن هم غير راضيين عن هذه اللجان. القضية دلوقتي ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ هل اللي احنا هندخل في مرحلة صراع نقطع هدوم بعض وفي الآخر نهوى بمصر، ولا المفروض نبعث ونبص لمستقبل مصر والمصلحة القومية لمصر؟ إذا كانت النخبة السياسية داخل البرلمان في بينهم هذا الصراع، فما بالنا من الشعب والآراء الشعب؟ لابد ان احنا نقف، ولابد ان احنا نجتاز هذه المرحلة. واعتقد ان الرجال الراشدون، اليس بكم رجل رشيد؟ لدينا رجال راشدون عديدين، لابد ان يأخذوا دورهم ويصنعوا ما هو لصالح مصر وتعبر مصر هذه المرحلة، لانها مرحلة حرجة جدا. عندي تخبرتها. هو الخبر خاص بالإقليم وخاص بالدعوات اللي بعد الثورة تحدم برفع أو الدور الهام للبحث العلمي في الفترة القادمة وللعلم بصفة عامة، وهو خاص بالجمعية الوطنية بالشرقية، والخبر من المساء الساعة 7، من المساء صفحة 7، أول مولود للخروج بالبحث العلمي إلى حيز التنفيذ، دي الجمعية الوطنية بالشرقية. دشن دكتور سعيد سليمان أستاذ ورئيس قسم الوراثة الأسبق بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مكتشف أرز الجفاف، أول مولود على المستوى القومي والجامعات المصرية الجمعية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وتضم كل التخصصات، بهدف الخروج بالبحث العلمي لحيز التنفيذ. يعني نتمنى إن شاء الله أن يكون في الفترة القادمة هناك دور للعلم في كل المناحي وكل الجوانب. معنا اتصال تليفوني يا محمد. الأستاذ عمرو غنيمة، صحفي بجيت الأهرام من السويس. أستاذ عمرو، أستاذ عمرو أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أستاذ عمرو، بالتأكيد الحدث الذي يفرض نفسه على الساحة ما حدث أمس في بورسعيد، شايف الصورة إزاي؟ لا ده كل السويس، مش عايز أقول لحضرتك يعني حاجة تدمع. مش عايز اقول لحضرتك ملعب زي بورسعيد ده، نحن كلنا نعلم ورياضيين، وانا بحكي في الرياضة ولعبت كرة على الملعب ده، واعلم مدى حماس جمهور بورسعيد، انما لا يمكن كنت اتوقع انها توصل لهذه المرحلة. ده هلع، ده خوف، حتى البورسعيدية نفسهم تخاف على نفسهم. ايه ده؟ غير طبيعي. كرة قدم وماتش كرة لا يمكن تنافس. انا كسبان 3-1، انا لو حتى عندي ناس سخنه وناس مسخناهم زي ما احنا شايفين من قبلها باربع ايام، عشان كده اصابع الاتهام رايحه في كذا اتجاه. هل امن؟ هل اجهزه في المحافظه ما هددتش الجمهور بتاعها؟ ايه ده؟ في ايه؟ امال فين الورود والود في مصر حافلي استقبال الفرق؟ لازم نغير هذه اللهجه، لان الشباب اللي انا بستاذنك الشباب على النت سريع، وسريع الحركه وسريع التفكير، ما بقاش يخضع ليه الافكار التقليديه، ولازم احنا كمان نكون على قد هذا المستوى، لان هو ده شبابنا. احنا بنعمل ثوره ليه؟ عشان الشباب، عشان يلاقي، عشان يعيش، مش عشان يفقد حياته. بالظبط، مش بالظبط. لكن انا بقى اسخنه؟ ده انا اسخنه الحرب، مش اسخنه لحرب للحفاظ على ارض البلد، لحرب او لثوره، ماشي. انما لو توصل لهذه الصورة، كانوا الشباب بيقولوا 100%. طب ايه اللي حصل في ماتش كوره توصل لهذا المرحله؟ لذلك انا بقول ان لازم الاتجاه مش امن وبس، ده كل الاتجاهات. الامن كان المفروض يبقى فيه فاصل، زي ما شفنا حتى في المحله واتحط فاصل، كان لازم يكون هناك فاصل الجماهير وتامين جماهير الاهلي تحديدا، وفاصل تماما في اخر لحظات، زي ما كنا بنشوف زمان، نلاقي اجهزه
وجهه الامن كلها انتشرت، والامن المركزي انتشر حوالين الملعب بالكامل واسوار الملعب لمنع النزول واختراق الامن، مش اختراق وتضايق بهذه الطريقه. انا شايف ان حاجه غريبه، السويس نفسها سقط منها شهيد امبارح، اختدمت الامور في السويس على فكره من الساعه يعني عايزين نعرف الخبر ده يا فندم الخاص بالالتراس في السويس، هل فعلا تجمع وحاول تجمع لا يقل عن 3-4 آلاف واحد امبارح، كانوا في شارع سعد زغلول اللي هو واصل من شارع الجيش لحد مديريه الامن والمحافظه، تجمع تجمعات كبيره جدا حاشده في هذه المنطقه، وحصلوا مبنى مديريه الامن، وكان هناك في ترايص من اجهزه الامن عشان ما يحصلش تصادم. والحقيقه مرت الامور بالاحداث على خير، صحيح اشعلوا النار في بعض الاطارات الكاوتش وبعض زجاجات المولوتوف، لكن نحمد الله انها لم. طيب هم كانوا بيطالبوا بايه؟ هل معترضين فقط على ما حدث في بورسعيد، ام انه كان ليهم حاجه بيحاولوا يوصلوها؟ اعتراض، لان حضرتك احد الضحايا اللي سقطوا، احد الشهداء اللي سقطوا في موقع من السويس، كان اول النبأ مجال بسقوط 4، فكان الامور غير طبيعيه، لان الالترس هنا في السويس معروف انه بيعملوا طقوس، بيتجمعوا حوالي 100 مشجع منهم، بيعملوا زي طقوس فيهم احتفاليه باهازيج وباغاني قبل ما بينطلقوا لمؤازره الاهلي او الزمالك في المحافظات الاخرى. امبارح حصل كده قبل ما يسافروا بورسعيد، فجوا بقى بالنبأ، هم بيشوفوا بالتلفزيون لقوا ان ناس من معارفهم واصحابهم ما بين مصابين وما بين ضحايا، فبقى حاله من الغضب اتسحت. استاذ عمرو، اعتراض كامل كان ما بين مشجعي ومؤيدي الفريق الاسماعيلي والزمالك والسويس، واعلنوا الكلام دوت امبارح تحديدا، ومن الواضح انه استنفار من مصر كلها. انا عايز اقول حتى داخل بورسعيد، شوف حركة الشارع البورسعيدي عقب المباراة، وصف البعض او وصف بعض البورسعيدية ان احنا نعيش في مأتم في عزاء. الشارع البورسعيدي حزين جدا، الشارع البورسعيدي حزين جدا، واعتقد ان دليل يعني اكتر من 1000 واحد فورا يتوجهون الى بنك الدم للتبرع بدمائهم، ده واضح اعتراض عما حدث في اسد بورسعيد، يعني بورسعيد نفسها معترض عن الحدث. بالظبط، على الموت كان قوسين او ادنى من اي واحد في ال 20,000 اللي موجودين جوه اسد بورسعيد. ده حضرتك ده حاجه مهزله، وحاجه كارثه ان انا ابقى نازل مرعوب هلعب وانا مرعوب، ده هبقى قاعد في المدرج بتفرج، عايز اتفرج استمتع، ولا مستني لما تجيلي طوبه، ولا مستني لما يحصل تدفع واموت تحت الاقدام. ما هي كده، لازم احنا نعمل وقفه كلنا مع بعض، احنا عايزين نقيم البلد ولا نهدها. الكوره وكره القدم هي عنوان دلوقتي، لان من الوزير للغفير بيحب كوره، اذا عنوان للبلد، عنوان لامنها، عنوان لسلامتها، عنوان لتحضر شبابها، ان مش اي حاجه تجيلي انا اثور عليها لدرجه ان انا بلاش، انا جالي قالوا اي حاجه خلت جمهور بورسعيد ساير على جمهور الاهلي بهذه الطريقه، زي ما قلنا قالوا ان في لفط وبتاع وحاجات عدائيه ضد جمهور بورسعيد، حتى لو كان هتافات ويافتات هتوصل لحد ان انا هعمل مجازر زي كده. انا اعتقد ان بورسعيديه نفسهم هم زعلانين، وان هم لازم يحاوطوا المجموعه المتهوره في هذا الاتجاه. طيب يعني احنا جالنا دلوقتي يعني نقدر نقول نداء من مركز الدم الاقليمي بالاسماعيلية بيطالب المصريين بالتوجه الى المركز الرئيسي بالاسماعيلية في عرائشية مصر جوار مسجد المطافي لصالح المصابين، وايضا هناك تكون حملة للتبرع بالدم بالموقف الجديد. يعني نتمنى ان المصريين، يعني احنا دلوقتي مصريين اسماعيلية كلها شباب وفتيات، يتوجهوا للتبرع بالدم لانقاذ روح من ابناء مصر الغالية اللي مصر قامت بثورة من سنة عشان الناس دي تعيش في عزة وكرامة وتحيا حياة كريمة، مش عايزينهم بعد مرور عام نفقد منهم 73 او 72 تحديدا في مباراة لكرة القدم. تعليق حضرتك، يعني حضرتك يا استاذ عمرو شايف الاحداث ازاي؟ شايف احنا المخرج او الحلول ممكن تكون ازاي؟ المفروض يعني المفروض امبارح صدر قرار بوقف الدوري العام. ده شيء، ده ابسط حاجه، بقول لحضرتك انا كجمهور مش هستمتع، ابقى خايف طوبه اموت تحت. حضرتك كنت بتتكلم عن الرعب.
اللعيبة. اما هو لازم اقف بقى، ما هو بعد اللي حصل ده ما هو رعب حصل. هل احنا كنا محتاجين القرار ده قبل كده شوية استاذ عمرو؟ يعني المفروض، بس كانت الاحداث كانت بتدل ان كان المفروض بقى في كافة اجهزة الدولة يبقى على مستوى، كان في وزارة اتصالات زمان. انا دلوقتي بدعو ان دلوقتي اهم حاجة في الدولة في الاتصالات النت، يبقى في ناس بتراقب الكلام ده عشان تداول الانباء صحيح، بتشعل الاعصاب وبتشعل الاشاعات بتنشط في هذا التوقيت وبتضر ضرر شديد. لازم انا اتابعها واواجهها. في حاجه مهمه زي ما انت حضرتك قلتي على الدم، انا بناشد لعيبه الدوري ممتاز وكل واحد فيه حبايبه ومعارفه ومعجبيه ان هو يجتهد في انديه الدوري الممتاز بالكامل، ان يعملوا يوم خلال بكره او بعده كل واحد في بلده من الانديه الدوري الممتاز يروحوا على بنك الدم في المحافظه بتاعته او المنطقه بتاعته وياخد الجمهور بتاعه ويعمل تبرع للدم. نمره اثنين، ان الانديه تتوقف في أندية، كنا احنا في فترة الانتقالات الشتوية إذن كان في ميزانية لانتقالات اللعيبة، الميزانية دي يحدد منها نسبة كبيرة لمعالجة المصابين في الجماهير اللي حصل فيها الكارثة امبارح، ولأن يقدموا يتعاون لأسر الشهداء في الرياض. طيب أستاذ عمرو بعد إذنك أنا عايز أقف معك بس في موقف، أن التحقيقات طبعا دلوقتي ابتدت ومش عايزين نستعجل الأحداث، ولكن هناك بعض اليفط استفزازية جدا اللي اتفردت فوق مشجعي ألدرس لاعبي الأهلي، واحنا مش عايزين نخوض في الجزئية ديت او مبررات، ولكن من الواضح ان هناك عمل منظم للوصول الى الحالة اللي احنا وصلنا فيها. على الجانب الاخر، في نفس اللحظة ما حدث في استاد القاهرة، هل الربط بين الاثنين يقول ان المخطط اكبر كتير من مباراه، ولا انت شايف رؤيه ازاي؟ انا اللي جالي المعلومات في موضوع ألدرس في القاهره، ان بيحرقوا، ان بيقول لك احنا مش هنعمل كمان، احنا وقفنا نشاطنا كألدرس، وان احنا دي الحاجات اللي كانت بتحترق هي الادوات اللي كانوا بيستخدموها الألدرس زي الاعلام والكلام ده، وبيقولوا ان هي كانت بعيده عن المباني. لكن انا بتكلم دلوقتي، طب انا دلوقتي في لغه حوار، اجمل حاجه هو الألدرس دول بيجمعوا بعض وعندهم لغه حوار وعندهم اشبه بيه مجلس اداره بيدار على مستوى مصر كلها، ليه ما استغلش انا طاقتي؟ ليه ما اكونش انا جواهم بالعقلاء من الانديه ومجالس الادارات والاساسيات؟ ويبقى يعني بقى تاني مختلف. لا انا بعيش بقى في عصر ما بعد ثوره 25 يناير. الألدرس دول هم الحاجه الجميله اللي في المدرجات، يعني ايه ما بنقول مباراه بدون جمهور؟ مش بنبقى حزينين لان ماتش من غير جمهور مالوش طعم، مهما يكون بين ريال مدريد وبين برشلونه. الجمهور هو الوقود والحاجه الجميله اللي في المباريات، لكن ان انا اخلي الجمهور ده ليا ولا عليا، ده مشكله. المشكلة كبيره، وخصوصا ايه ان وقوده ايه؟ ثلاث ارباعه الشباب الصغير المتحمس. ان بعد ايام هيبقى هيتخرج، بعد ايام هيبقى هيلتحق بالجيش، بعد ايام هيبقى مسؤول عن الاسره، بعد ايام هيبقى هو مسؤول عن البلد. اذا لازم انا اسسه صح، ما اخلوش حد يشعلل لي زي ما انت حضرتك بتقول لفته تشعلل لي، اقوم ما افقد ضحايا هتوصل ل 75 واحد في اقل من نص ساعه. لا يعني انا عايز قبل بس ما اسيب حضرتك يا استاذ عمرو برضو يعني اسال حضرتك على سؤال بيفرض نفسه على الساحة، ما حدث في البرلمان المصري من انقسامات، وهل ان التكتل التكنو برلماني للمصريين الاحرار والوفد وبعض الاحزاب الاخرى، هل ده لصالح مصر ام هو انقسام يضر بمصلحة مصر؟ مجلس الشعب لازم يعي للمخطط اللي بيكون هينقسموا، يبقى مصر هتنقسم. هم دول اللي انتخبوهم ال 30 مليون المصري اللي احنا قلنا الحريه والعداله والحريه النور السلفي. ادي البرلمان بتاعي، البرلمان لازم يكون فيه خط احمر، لازم اتوافق جميعا، كله يتلغي، لا تحت شعار ديني ولا تحت شعار ليبرالي، الاثنين يلغوا الكلام ده كله. احنا بنتكلم على حالات انسانيه، مسلم ومسيحي بيجوا في المدرج وبيتفرجوا، مسلم ومسيحي بيجوا في المظاهرات. لا، مصر الاول يا جماعه، الدين لله،
لازم البرلمان كله، أنا بعتقد أن الدكتور الكتبني لازم يكون لي وقفة وطنية، وليس أن هو جاي من حزب الأغلبية، ولازم يعي كده، لأن اللي حصل لمجلس الشعب في 2010 اللي نجح في 2010 بالتزوير ممكن ينجح، بس انت مش ناجح بالتزوير، بالعكس انت برد الشعب، وبالتالي انا جاي بعبر عن رد الشعب، مفيش حاجة توقف بره، اللي جاي عايز يقدم اي حاجة اعتراضه على اداء حكومي على اداء برلماني، في ناس تطلع تقابل الشعب، مفيش يبقى في حدود. المفروض انه في مقرات لهؤلاء النواب يتقابلوا مع الابناء دايرتهم فيها، يعني مش بالضرورة ان انا اتوجه لمجلس الشعب عشان ابدي استيائي او اعترض على حاجه. طب ما النواب دول المفروض بيتواصلوا مع ابنائهم مع ابناء دايرتهم يعني، وفي الاخر داخل البرلمان الجميع نواب للشعب المصري، ليس لحزب وليس لتكتل معين. نتمنى ان شاء الله ان الوضع في الايام القادمه يسفر عنا مناقشات في صالح مصر باذن الله. واعتقد ان النهارده في جلسه استثنائيه لمجلس الشعب خاصه باحداث الاحداث المؤسفه بالامس في المباراه بين المصري والاهلي. يا استاذ عمرو نيمه بنشكر حضرتك جدا، ويعني نتمنى ان شاء الله انه الوضع يبقى احسن باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا استاذ عمرو. شكرا يا فندم. مع السلامه. مشاهدينا هنخرج لفاصل ونرجع مع حضراتكم مره اخرى واول النهار. الله 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 الله